جدود جدود، يعني هي دي الطريقة، العمل المؤسسي. فمش عايز حضراتكم تقلقوا، مش عايز حضراتكم تبقوا مستعجلين، مش عايز حضراتكم تبقوا خايفين من حاجة. عندنا لجنة التخطيط لكرة القدم بتشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة علشان يقدروا يوصلوا للي حضراتكم عايزينه، فيما بما يتناسب مع فكر النادي الأهلي، وبما يتناسب مع كيفية أن تكون مدير فني للنادي الأهلي. هو ده اللي احنا بنفكر فيه، هو ده اللي دايما لجنة التخطيط خلال الفترة القادمة بتفكر فيه. فكل ما حد يشوفني في أي حتة في الشارع في أي حتة يقول لي يا كابتن إسلام احنا هنجيب المدير الفني إمتى؟ هنعمل إيه؟ احنا مستعجلين. عايز، لا مش عايز حضراتكم تستعجلوا. الأمور لازم تتاخد، لازم أنت جايب مدير فني للنادي الأهلي، مش جايب مدير فني لإكس، لا أنت جايب مدير فني للنادي الأهلي. ده مش مدير فني لعزبة مثلا ولا لا، مدير فني النادي الأهلي. عندك بطولة أفريقية، عندك الدوري العام المصري، عفوا عندك الدوري العام المصري، عندك بطولة أفريقية، عندك الكاس السنة اللي جاية، هما دول الثلاث، عندك السوبر المصري وان شاء الله السوبر الافريقي ان شاء الله، ان شاء الله يبقى الموسم اللي جاي. فعندك خمس بطولات من المفترض ان النادي الاهلي دائما ما بينافس في الخمس بطولات على المركز الاول بس. فمن فضل حضراتكم مش عايزكم تقلقوا، الدنيا ماشيه بشكل جيد جدا جدا. اسماء كتيره بتطلع في الاعلام واسماء كتيره ناس بتتكلم عنها وهنا وهنا وهنا، ولكن لا احد يعلم من سيكون المدير الفني القادم للنادي الاهلي الا لجنه التخطيط مع الكابتن محمود الخطيب. ولما يتم اختيار هذا الموضوع او مين المدير الفني، هتلاقوا احنا حضراتكم قناه النادي الاهلي اول ناس بنطلع نقول رسميا تم تعيين فلان الفلاني مديرا فنيا للنادي الاهلي. قبل كده صدقوني كل الكلام اللي بيتقال، يعني من الممكن جدا ان انت تكون بتطلع حاجات لناس علشان تمشي في الناس، البعض يمشي في الاتجاه ده وانا ماشي كنادي اهلي في اتجاه اخر تماما. هي دي اصول التفاوض واصول ان انت تبقى او تصل الى مدير فني انت محتاجه وانت عايزه. فانا مش عايز حضراتكم تقلقوا، الامور ماشيه بشكل جيد جدا جدا فوق ما تتخيلوا. الحمد لله خرجنا من، مش الحمد لله ان احنا خرجنا، ولكن يعني الحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد، ولكن خرجنا من البطوله الافريقيه، خرجنا من كاس مصر، وبالتالي تم تقييم مارتن لاسارتي على ان يتم توجيه الشكر له. هو ده الموضوع، انتهى مرحله مارتن لاسارتي، هنخش في مرحله قادمه جديده. كابتن محمد يوسف سيقود الفريق خلال الفتره القادمه او خلال المباراه القادمه ان شاء الله. بعد بقى المباراه القادمه هتلاقوا الامور ان شاء الله ان شاء الله هتبان الدنيا ماشيه ازاي. اذا تم التوصل الى اسم او اسمين او ثلاثه سيتم التفاوض معهم من خلال لجنه التعاقدات في النادي الاهلي.